السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، إن شاء الله صيبكم بخير وعلى خير يا رب إن شاء الله. نبدأ نهارنا دائما نحمد ربي ونشكره على جميع النعم اللي يعطيهم لنا، على نعمة الحياة، على نعمة التنفس، على جميع النعم اللي رانا نتنعموا بهم، وننسوا كاع همومنا ونبديو في يوم سعيد ومليء بالفرح. اليوم بدينا بلاكيش، جات في خاطري لاكيش على صباح ربي. دونك بريباريت لاباط كأول مرحلة، درت 500 غرام فارينة ومعلقة سكر كبيرة، معلقة تاع الملح، 8 غرام تاع خمارة تاع كاطو. درت كامل هاد النواشف مع بعض، ومن بعد زدت نص كاس فايت تاع الزيت. هنا اروماتيزيتها بهاد بالزعتر، زعتر، نخلط النواشف ونبسسها بالنص كاس تاع الزيت، فايت نص كاس كلي تاع الزيت، نبسوها غايه الغايه وندخلو هذاك الزيت، نلبسوه في ديك الفارينه. هادي اون بات بلا يعني بالزيت ماشي بالزبده، كما تشوفوا هنايا غير خلط. من بعديها نوتيليزيو يدينا بيان سور في هاد الصوالح، ما نقدرش من مش لا بات. دونك ندخلو نلبسو قلت لكم هذاك الزيت، فوالا هو دي كامل. من بعديها ندير بيضه كامله، نخلطها مع شويه تاع الماء نورمال تاع الروبيني، بارد عادي، نخلط معاه ونضيف لهاد العجينه. واسمو هاد العجينه يعني من المواغي بالاصابع تاعنا، ما غاديش نعجنوها، ما غاديش ندلكوها ايتو، دونك غير بيدينا هكا نحوسو كيش نسيو كيش نلموها. والكميه تاع الماء هنا درت غير باش خلطت البيضه، زدتها وبعديها بقيت نزيد الماء، كي كان خصني الماء زدت الماء، دونك حتى تنطم لي العجينه. قلت لكم غير باليد، غير بالاصابع تاعنا نلموها ونديروها تبرد. فوالا يعني نزيد الماء هنايا باسكو ما تلمتليش، ما زدتش بزاف في البيض. العجينه اللي تحصلت عليها ها هي هذه، كيفاش تجي يعني مليحه طريه غايه. درتها في البابي فيلم ودرتها في فريجيدير تبرد، وانتر طون مشيت نوجد لاصوص، يعني الحشو ماشي لاصوص، لاباري كيش اللي نديرها فيها. دونك درت البصله، درت فلفل خضر، ودرت فلفل احمر، وكانوا عندي ربعه نتاع يعني سواسيس هكا. خويت لهم داك كي اسمه داك، خويت نحيت لهم داك المصران. وبديت اولا في المقله، درت الزيت ورميت كامل ديك الخضره اللي عندي، بصله فلفل خضر وفلفل احمر، وتزيدوا اي خضره تبغيو، تزيدوا الكابويه، تزيدوا زروديه اللي كان. دونك هنايا ما درتش لا ملح لا والو، غير بلعت عليها وخليتها تدبال. من بعديها خويت قلت لكم هذاك السواسيس اللي كان عندي هكا 4 حبات، ما بغيتش نديرهم غير هكذا، قلت ندير اون كيش بالكو هذا، جات علامه روعه. دونك درت هنايا، ومن بعد درت التوابل، درت الملح والفلفل الاكحل، فلفل اسود اكحل، ومن بعديها خليتها تبرد، ما نزيد لهاش تمتم البيض باش ما يطيبش. هذه العجانه تاعي، كل ما تشوف عجينه تجي ترفد لي شويه وتقعد حتى هي تطيب معايا. ربي يحفظنا كامل وليداتنا ويرزق كامل اللي ما عندهاش يا ربي ان شاء الله. دونك جبت العجينه تاعي، درتها في المول، دهنتها بالزبده، وكما راكم تشوفوا هنا درت لها بالفرشيطه باش ما تطلعليش، وطيبتها نص طياب. انا من نبغي نطيبها نص طياب، وبقات لي العجينه، ودي راكم تشوفوا راني دايرتهم هكذاك. دونك في لاباي كي درت زدت زوج بيضات، زدت شويه كريم فريش، وزدت فيها تاني زوج معالق تاع فرماج تاع ساندويتش، اي فرماج يعني فرماج بلون هكا. خلطت لاباري تاعي، هنايا تزيدوا الملح شويه للبيض، سينو سي با لا بين، باسكو رانا دايرين ديجا لاصوص هذيك الاخر بالملح، والفرماج تاني فيه الملح، انا ما زدتش. ندير هذه العجينه تاعي تاع لاكيش، راها ديجا طايبه قلت لكم نص طياب، وعاود فرغت فيها هاد فرغت لاباري تاعي، فوالا
من بعدها بغيت نديكوريها باسكو عندي المول صغير وانا كثرت تعمدت باش نكثر الاخر باش نكثر لاباط باش ندير لها هاد الديكور من الفوق. دونك جات لالا مولاتي تعاوني فوالا. دونك هذيك الاخر اللي كان باقي لي بغيت ندير بهاد لا فاصون هادي ديكوري كي شوما ما ديروش لاباط نورمال اللي تكون عندها كميه كبيره ولا يدير ديك الكميه يكثر غير الحشو وصاي. فوالا هنايا هذه التاليه وكامل حليتها بالاخر بالولو باش نكاموفلي هذوك هذاك الخوا اللي قاعد لي تما هي ودرتها على شكل ورده. كي يكون بنادم عنده الخنوق يدير العجب با ماشي عجب عجب مي بون يعني كي يكون عندنا الخنوق نسيه ونديره ونزوقه منها. كي ما يكونش عندك الخنوق ديريها نورمال وصاي. فوالا دونك درت هاد الورده وتحيتها الفوق كملت طيابها من التحت وزادت عاود شعلت عليها من الفوق وهي دي النتيجه ان شاء الله تعجبكم. وجات بنينه بنينه بنينه. داك المرقاز عطاها واحد البنه علامه يعني شتو غير بعث على المرقازات تكثروا الخضره يطلق لكم لوغو. هنايا قدمتها مع سلطه مع حريره مع اي حاجه وان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه الخفيفه اللي بغيت نبارطاجيها معاكم ككل هذا. هنا في الاخير جيت نتقاسم معكم واحد الحيله. بون التقطيع تاع البرتقال بهذه الطريقه خلى لي بنتي تاكل تشينه كامل. كي نمد لها سنانف كلي تمص داك الجو ترمي لي الاخر. بصح كي وليت نديرو لها بهذه الطريقه شوفوا النتيجه كيفاش تاكلها. ان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله.